شهر مريم هو الصلاة وعبادة لسيدتنا مريم العذراء التي نكرمها في هذا الشهر المبارك. اختارت الكنيسة هذا الشهر شهر أيار شهر 50 اللي فيه تتفتح كل الزهور وكل الورد. وزي ما حكيت أنا قلت لك بالأول إنه زي ما في عروس الأرض عندنا سيدتنا مريم هي عروسة السماء، وعروسة السماء تتزين في أحلى ما يكون من ناحية الورود ومن ناحية الثوب الذي تلبسه سيدتنا مريم العذراء. لذلك اختارت هذه الكنيسة هذا الشهر المكرم التي نكرمها فيها. هاي السنة احتفالنا هو احتفال صلاة، صلاة عميقة من القلب ومن بتنهدات وبصراخ عالي لسيدتنا مريم العذراء سيدة هذه البلاد إنه ترحم شعبها وترحمها ترحم أبنائها وتعطين أول إشي لقلوبنا السلام، لأنه إذا قلوبنا مش بسلام حياتنا مش راح تكون بسلام. تعطي لقلوبنا السلام حتى نقدر نعطيه للآخرين ونقدر ننشره للآخرين. وهي صرخة عميقة وكبيرة اليوم في دورتنا بأنه تعطي السلام لبلادنا، وخاصة أنه هي أخذت السلام من ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي نطلب هذا السلام أيضا لبلادنا، السلام اللي هي أخذته أنه تعطينا إياه. طبعا ككشافة اللي تابعة للمنظمة الكشاف الكاثوليكي في البلاد بهمنا كتير نشارك احنا اخوتنا اللي بيحتفلوا بمدن تاني وقرى تاني باحتفالات. وبمناسبة الشهر المريمي اللي بالنسبة لنا مريم العذراء هي امنا وامن الجميع وحاميتنا، وخصوصا كمان بما انها هي شفيعة لحيفة، فكتير كان مهم لنا نكون متواجدين هون. وهيك احنا كمان بخصوصا بهالظروف الصعبة اللي البلاد تمرق فيها من خلال هالمسيرة، أول إشي منفوت روح جديدة ومنباشر فيها صلاتنا لأجل السلام بهالبلد. أنا إحساسي كتير كتير حلو هاي السنة والعام لما كانوا بنات لحالنا. العام جبت الحفايد التنتين هني إيلا وميلا أول حفيدتين لإلي، ولسه السنة الجاي كمان على الطريق في بنت التالتة حفيد إن شاء الله الولد كمان بيجي معنا، وهي بتكون أحلى فرحة. وإنت بتنبسطي لما بتشوف العالم كله بتجمع حول الأم مريم العذراء، هي أم العالم كله. لذلك لما بيكون إحنا منكتسها ومنكرمها منكرم أمنا، وهذا أحلى تكريم لأمنا، نطلب منها إنه تساوي السلام بالأرض. طبعا هي اللي قالت أنذا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. هي مستعدة إنه تعمل إرادة ربنا حتى لو صعبة، وإحنا كمان نستسلم لإرادة ربنا ونمشي في هالإرادة، لأنه هي الإرادة الوحيدة اللي بتودينا للخير، لأنه ربنا محبة وبحبنا هالقد كتير، مش معقول يعطينا إرادة اللي ما تكونش محبة، مش معقول إنه يعطينا إرادة اللي ما تكونش منيحة إلنا خير إلنا. في حدا من الأباء والأمهات بعطي أولاده إشي سيء؟
فكم بالحرق الله تعالى لأبنائه جميعاً.